السلام عليكم يا حلوين. اليوم ان شاء الله رح ناخذ اخر اشي عنا في درس جزائر الاحسان وهو اكتب. اول اشي عنا بيحكي لنا ارفض الكلمات بتسكين الحرف الاخير منتبها الى الفرق بين النطق احرف التاء اشكالها المختلفه في اخرها، ثم اعيد كتابه الكلمه. بس بالبدايه قبل ما نكتب حرف التاء بدنا نعرف شو الطريقة الصحيحة لكتابة التاء، وأنا كيف بدي أعرف؟ هون هم كاتبين لنا كيف التاء بدها تنكتب، كلمة تلفة، كلمة مدينة، بس طيب أنا لما المس تنقلني إملاء أو حدا ينقلني كلمة، كيف بدي أكتبها صح؟ بدنا ننتبه إنه حرف التاء في له طريقة حتى أعرف هل هو أكتبه طريقة هاي التاء مبسوطة أم تاء مربوطة، أو إنه التاء المربوطة المنفصلة. طيب في البداية بدنا نحكي كتبت كتبت، ما بحط حركة فتح أو ضم أو كسرة على حرف التاء إلا وأنا مسكنها. إذا سكنت الحرف حرف التاء رح تبين معك كيف رح تكتبها. كتبت، لفظنا الات كتبت، لفظناها صح؟ اذا بما اني انا لفظت الات فراح اكتب الات بالشكل هذا بكلمه كتبت. بعسكو نشوف مدينه مدينه، بدنا سكون لها. بما اني انا حطيت سكون، لو حكيتها مدينه انا لفظت الات، بس بدي اعرف انا كيف رح اكتب التاء، فاذا رح الفظها بسكون، رح الفظها واحط عليها سكون. مدينه مدينه لفظناها هاء، ما لفظناها تاء، ما سكتت مثل كلمه كتبت، حكينا ات اخر كلمه او اخر حرف كان عندي كلمه كتبت، ات كتبت. مدينه هاء طلعت عندي، فإذا رح أكتبها النون زعلانة من اللي بعديها ما بتمسك في اللي بعديها؟ من الأحرف الزعلانة؟ لا مش من الأحرف الزعلانة، فإذا رح أكتبها مدينة، هيها مدينة، بس إيش؟ رح أخليها تمسك بالنون، ما رح أكتبها التاء المنفصلة لأنه النون مش من الأحرف الزعلانة. طيب بنت بنت، حكيت الات وخليتها ثابته، ما راحت مثل كلمه مدينه. مدينه اخر حرف طلع معي ان، مبين كانها او مبين كانها ها، فلا انا بما انها طلعت معي مثل كلمه او ها راح اخليها تاء مربوطه مش تاء مبسوطه. بنت بنت، رفضت التاء وضليتني ساكته، اخر حرف حكيته تاء، فإذا التاء هون رح نكتبها تاء مبسوطة. بنت بنتو بنتا بنتي، أهم شيء إني أنا عرفت شو هي شو الحركة المناسبة أو الشكل المناسب لحرف التاء بكلمة بنت، مش مهم هسا أنا أكتب السكون عليها، المهم إني ألفظها بسكون. لفظت كتبت بسكون، لفظت مدينة بسكون، لفظت بيت بسكون. طيب كرة كرة، حكينا كرة، حكيناها جاية مثل شكل الآ أو مثل شكل الهاء، آخر التاء اللي فيها لفظها جاي مثل شكل الهاء أو الألف. طيب كرة، إذا إحنا رح نكتبها مش تاء مبسوطة، بما إني أنا ما لفظتها لما سكنت ما كانت هي آخر حرف لفظته، فإذا ما رح أكتبها تاء مبسوطة. بدي اشوف شو الشكل المناسب لإلها من التاء، حضرت اثنين تاء مربوطة، بس هاي تاء مربوطة متصلة وهاي تاء مربوطة منفصلة، ليش منفصلة؟ لأنها ما بتمسك بالأحرف اللي قبليها وما بتمسك بأي حرف بعديها أصلاً، هون بدها تيجي عندي نهاية الكلمة. أحرف الحرف اللي قبليها هي ما بدها تمسك فيه التاء المربوطة، ليش هي ما بدها تمسك فيه؟ هي شطورة،
وبهذا الشكل مسكت في اليمين. بس لما يكون عندي حرف ال او حرف ال او حرف ال وال هذول احرف زعلانه، حتى حرف ال احرف زعلانه ما بتمسك بالاحرف اللي بعديها. عندنا كره كر او كره، راح نحطها بهذا الشكل. مثلا عندي بدي اشوف كلمات بيت بيت بيت، حكيت الات واخر كل او اخر حرف لفظته حرف الات، فاذا شكل التاء المناسب لها هاي التاء، شكل التاء المناسب هاي التاء، تاء المبسوطة. طيب جزيرة، جزيرة الأب من الأحرف الزعلانة، هيها الأحرف الزعلانة عندي حرف الدال والدال، الراء والزين، حرف الألف، حرف الواو كمان ما بيمسك اللي بعدين، هذول أحرف زعلانة أنا بكتب وراهم حرف التاء بهذا الشكل. طيب الآن بدنا بحكي لك إذا ما أعيد كتابة الكلمات عندك يا بطل في الكتاب، رح يكون في عندك ثلاث شخطات بدك تكتب كلمة كتبت على السطر الأول وعلى السطر اللي تحتيها ومدينة وبنت وكرة.